بسم الله الرحمن الرحيم دائما في السلسله ديال الجو اسي بالمغربي فوالا والهدف ديالنا فقط بالنسبه للدروس خاصه بالنسبه للمبتدئين في البرمجه في الخوارزميات بعد ما شفنا البنيه برنامج وشنا المتغيرات وشنا كيفاش شنا كيفيه ادخال المعطيات وكيفيه اظهار نتائج بواسطه سكان اي برنس اف. دابا نشوفوا الشروط لي كونديسيون. اذا لي كونديسيون دائما اما الصيغه الاولى وهي سي ولا بلونغلي اف سي الكونديسيون فري. اذا كان هذا الشرط محقق اذا كان الشرط مع بعض ندخل لهذا الحيز هذا. اذا اذا تحقق لي هذا الشرط غنطبق هذا الحيز هذا. اذا سي الكونديسيون فيريفي غندخل لهاد البارتي ديال الكود. اذا الصيغه الاولى تكون عندي اما سي فانسي يعني كل حاله لوحدها ولا كانت عندي شرط ونقيضه يعني الا كانت الكونديسيون فري تندخل لهذا الجزء سينو يعني شنو سينو يعني النفي ديال هاد النفي ديال هاد العباره تندخل هاد الحيز. اذا الا كانت هذه ايغالا فري ايغالا ترو غنطبق هاد الجزء الخاص بالبرنامج. ماذا تعني سينو؟ سينو يعني النفي ديال هاد العباره. اذا غنشوفوا بعض الامثله في لغه البرمجه سي. وبالتالي غنحاولوا ان شاء الله مثلا اننا اش نديروا ناخذوا لو ماكسيموم ديال جوج الاعداد يعني القيمه القصوى ديال عددين. اذا دائما نتبع نفس المراحل لانجاز خوارزميه بطريقه صحيحه. اذا المتغيرات في هذه الحاله عندي هي ا بي. بالنسبه للنتيجه شنو هي النتيجه غتكون عندي هي غنسميه ماكس ا اي بي نسمي واحد الفاريابل ماكس ا اي بي واحترمت شروط التسميه بحيث انني درت تريد لويت. اذا الخطوه رقم ثلاثه هي قراءه المعطيات. بطبيعه الحال المعطيات عندي هي ا اي بي غندير جيف ا يعني give the value of A ولا دوني لا فالور دو A ولا اعطي قيمة A وناخذ ندير سكان بورسنتاج A للرجوع إلى السطر السعميل أنتي سلاش N بحيث أنه يقدر يرجع لي للسطر الموالي فوالا. إذا سكان A B إذا هنا سيب كات اللي هي عبارة عن تريتمون. تذكر جيدا بان المراحل دائما ستكون عندنا تريتمون فوالا. المراحل هي تعريف المعطيات والاصناف التي تنتمي اليها. المرحله الثانيه هي دائما هي التعرف على المعطيات من خلال برنت سكان. المرحله الوسطى هي لو تريتمون. المرحله الاخيره هي اظهار النتائج. هنا ساستعمل لي كونديسيون ساستعمل الشروط. اذا ساستعمل اف وساستعمل الصيغه الاخرى ايرز. اذا ساستعمل الطريقه البسيطه كل حاله على حده. اذا نمشي دائما سي يا اف اذا كان بدايه اكولاد مفتوحه اكولاد مقفله فوالا اف ان كونديسيون غان اكزيكيوت هاد البلاصه. اذا اف اذا كانت ا اكبر اذا كانت ا اكبر من او يساوي بي بيان سور فان شنو هو فان الماكس هاد الفالور ماكس ا اي بي ماذا تساوي؟ كونترول سي ماذا تساوي؟ تساوي ا. القيمه القصويه هي ا علامه هذه. وهنا الشرط الاخر شنو هو؟ لعدم اضاعه الوقت سانسخ فوالا. دابا الشرط الثاني اف ا اصغر من او يساوي او اصغر قطعا اف ا اصغر من بي فان الماكسيموم في هذه الحاله يساوي شنو بي. لاحظت بان شحال عندي هنا من شرط عندي جوج ديال الشروط وفي الاخر غندير لو ماكسيموم اي. اذا لو ماكسيموم اي في هذه الحاله شنو هو؟ هو لا اذا روتو اراني كونترول زد باش نرجع. اذا هنا غندير متغير كونترول سي غندير هنا كونترول في فوالا. اذا الحمد لله هو هذا هو البرنامج الذي يمكننا من ايجاد القيمه القصوى لعددين عددين صحيحين طبيعيين فوالا. اذا بلاي
إذن عندنا الحالة الأولى، كل حالة على حدة. دابا نشوفوا الحل الثاني. الحل الثاني يمكنك التأكد من صحة البرنامج، سأترك لكم فرصة لكتابة البرنامج وتطبيقه من خلال أي إيديتور ديزو. إذن نشوفوا الحالة الثانية هي ايرز. إذن مش ندير إف أكبر من أو يساوي بي، نديرو دابا ايرز. فوالا، إلا درتي ايرز لا داعي لذكر نقيض الشرط رقم واحد. قلنا إذا كانت أكبر من أو يساوي بي سأدخل إلى هذا الحيز. أشنو هي ايرز؟ يعني النفي ديال العبارة. إذن أوتوماتيكمون يعني تلقائيا فهاد الجزء سيكون أصغر قطعا من بي. إذن هناك حالة، إما استعمال إف كل شرط على حدة، أو استعمال الشرط ونقيضه من خلال ايرز، إف كونديسيون ايرز. إذن هذه هي باختصار الشروط في لغة البرمجة سي. إذن يمكنك تطبيق البرنامج، وفي الفيديو المقبل إن شاء الله سننتقل إلى لبوكل. من بعد لبوكل إن شاء الله أو الإعادات، سنقوم بإنجاز مجموعة ديال التمارين وتمارين وحلول في لغة البرمجة سي لبلورة هذه المفاهيم. إذا شكرا على الانتباه ديالكم، وإلى اللقاء. ستوب.